انضم إلينا من الرياض السيد مبارك العاتي المحلل السياسي. سيد مبارك، في أي سياق تضع هذه القمم الثلاث في على مدار يومين متتاليين؟ مساء الخير. مساء الخير. بلا شك لدينا القمة الخليجية والقمة العربية، وهي قمتين طارئتين، وهي خصصت حقيقة لبحث الموقف من التدخلات الإيرانية، وأعتقد أنها لن تخرج عن هذا الإطار. بكل تأكيد أنها ستمر بالبحث على القضية الفلسطينية، صفة القضية الأولى الأولى بالبحث بكل القمم العربية، لكن اليوم مطلوب من الدول العربية الخروج بموقف جديد وقوي تجاه التدخلات الإيرانية أو تجاه التهديدات الإيرانية التي الواقع حقيقة أصبحت أمرا واقعا وملموسا في كل الدول العربية دون استثناء. نعم. الأمن طيب. القومي العربي اليوم، الأمن القومي العربي اليوم في أسوأ حالاته جراء احتلال إيران لأربع عواصم عربية، وجراء مصادرة إيران قرار سيادي لتلك الدول العربية، وجراء مواصلة إيران خططها التوسعية للسيطرة على كل الدول العربية وليس الخليج فقط. اليوم العلاقة بين العرب وإيران أصبحت علاقة تضاد، علاقة وجودية، يا إما العرب وإما إيران. نعم. وهذا هو النهج الذي تسير عليه إيران في كل سياساتها منذ 40 عام، منذ 1979 إلى الآن، ونحن نعاني من التدخلات الإيرانية المتواصلة والمستمرة والمستشرية بالشأن الداخلي العربي. طيب، يعني القمة بالفعل من المتوقع أن تخرج بموقف عربي موحد، طبيعة هذا الموقف برأيك هل يأتي تصعيديا بالمشاركة في عمل عسكري ضد إيران مثلا؟ دعني أتحدث بواقعية، يعني إن ارتهنا لواقع القمم العربية السابقة فإننا يعني سيصيبنا الإحباط، لكن الظرف التاريخي الذي نمر به اليوم والمشهد السياسي الدراماتيكي المتصاعد بكل أسف يفرض التوصل لموقف عربي موحد، لكن كل الدول بالمنطقة تعلن أنها لا تريد الحرب وأنها تريد السلام، ولا زالت المملكة العربية السعودية تؤكد على أنها تريد تجنيب المنطقة التوترات الإيرانية برغم استمرار إيران في سياساتها العدوانية، لكن لا يزال العرب يلجؤون إلى السلام كخيار استراتيجي، لكن يجب أن يكون هذا الخيار السلام مدعوما بموقف قوي سواء عسكري أو اقتصادي، بمعنى أن يكون موقف عربي موحد، لأن إيران لا تزال الآن تخترق الموقف السياسي العربي. رأينا أنها أصبحت تتحدث أربع دول عربية وتتحدث نيابة عن إيران داخل القمم العربية. بعض الدول العربية الصغيرة تزعم أنها تقوم بدور وساطة، وهي حقيقة تقوم بدور ساعي البريد، نقل رسائل بين واشنطن وبين طهران. نعم. في مسألة منها لإنقاذ حبل المشنقة. مطلوب اليوم موقف قوي، أنا لا أقول موقف عسكري بقدر ما يكون موقفا عربيا. ربما كما ورد في تصريحات الخارجية السعودية هو رد حاسم لهذه التوترات وهذه التدخلات. سيد مبارك العاتي من الرياض المحلل السياسي، شكرا جزيلا.